مناشد للساد اسعد العيداني يعني باع المحلات الساد دفنت كيلها دفنوا هاي شركه اخذتها دفنت البيبان كيلها باعها يعني البلديه اذا واحد بناره طابق على الشارع كيلها تجي عليه والا تدفع غرامه وتدفع هاي 5 ملايين يا الله ما البنيان بس هسه هاي الانقاض هاي شركه اخذتها باعها يعني الساد اسعد العيداني تفضل ها باوع الشارع كله دفنوا البيبان مال المحلات يعني اول يوم بالمشروع واول يوم بالشغل مالهم باوع سووا بالعالم سووا بالمحلات يعني بالمحل قام هذا دفع 15000 بس نظفوا له هاي الانقاض ببابه يعني تدخل لك حفار مال شارع مفتوح تدخله بشارع ضيق بالعشار يعني راح يسوونها مطمطه مثل مال البصره 6 شهور يعني ليش الشغل هذا الكلاوات هذا شغل يسمونه كلاوات باحس على الباب تقريبا بالنص متر مدفون الباب هذا باع له من الصبح نظف الطفلوس يلا نظف الباب ليش هاي شغل بالعشار بشارع المطاعم خطيه الانقاذ يذبونه بالبيبان مال العالم ابا على خطيه ابو مطعم مطعم السماح ترسين انقاذ هاي المطابع خطيه المحلات حفر هيك